أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: مخلصين له الدين، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اعمل للحقيقة وليس للتظاهر بها، فإن الديانات السماوية كلها حرمت الرياء واعتبرته مفسدا للأعمال، كل الأعمال خاصة العبادات. فلو صلى أحدهم من أجل أن يراه الناس فيمدحونه على عبادته وتقواه، فإن صلاته ليست غير مقبولة فحسب، بل تعتبر معصية، تعتبر باطلة ومعصية. يقول ربنا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللي يقوم بالعمل للرياء للسمعة، أو يستخدم الدين والعبادات الواردة في الدين والتعاليم التي وردت في الدين لكسب الدنيا، للحصول على المغانم هنا، لكسب ثقة الناس مثلا. والسبب في تحريم الرياء أن من يتظاهر بالعمل يخدع نفسه كما يخادع غيره، وأحيانا يريد أن يخادع الله عز وجل. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ومعروف سلفا أن معظم الناس، فكيف بالله تبارك وتعالى، معظم الناس يتمتعون عادة بحاسة لا تخطئ في الإفراز بين الزيف والحقيقة، وفي الكشف عن الكذب، والتفريق بين الإنسان الصادق والإنسان الكاذب. لأنه ما أضمر امرؤ، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه، ما أضمر امرؤ شيئا إلا وظهر على فلتات لسانه أو قسمات وجهه. الصادق يقول كلامه بكل الصدق وقوة وثبات، أما الكذاب فعادة يتلعثم، ملامح تبين، لسانه ده يقول أنا صادق بس الملامح تقول كذاب. والناس يتمتعون بهذه الحاسة، فمن يريد لنفسه الخير فلا بد أن يكون صادقا مع نفسه ومع الآخرين. الكذاب في الأغلب لا يستطيع إلا أن يكذب كذبة أولى، كذبة ثانية لا، ينكشف للناس. وحينما يكشف الناس كذبه في الكذبة الأولى لا يصدقونه حتى لو كان صادقا، ما حد يصدق الكذاب. ومن هنا فإن المطلوب أن نترك الكذب جده وهزله، كما يقول الحديث الشريف. ولو أنك ذهبت إلى أي تجمع، ذهبت إلى أي مدرسة أو إلى أي مؤسسة، وسألت الذين هناك، سألت الناس: هل هنا أحد يكذب عليكم؟ لذكروا لك أسماء الكذابين واحدا بعد آخر. هذا يكشف عن شنو؟ أن الكذاب مكشوف بين الناس، ومن ثم فهو حينما يكذب لا يستطيع أن يخفي كذبته. وقد يتساءل أحد قائلا: إذا كان الرياء حراما فما هو المطلوب؟ الرياء حرام، الله يريد الحقيقة. شوفوا، إذا جئت بوردة صناعية مهما كانت جميلة وشبيهة إلى الحقيقة، هل يمكن أن تعطيك رائحة طيبة؟ لا. هل يمكن أن تزرعها في الأرض فتنتج وردا جديدا؟ لا. شايف أحيانا الناس يشترون فواكه بلاستيكية فقط للمنظر، يشبه الفاكهة وربما أجمل من الفاكهة الحقيقية، لكن هل يمكنك أن تأكل هذه الفاكهة البلاستيكية؟ لا. لو أكلتها هل تعطيك الفيتامينات
أم تضرك؟ تضرك. فإذا كان الرياء حراما فما هو المطلوب؟ الجواب واضح، أن تقوم بالعمل ليس من أجل أن يراك الناس، وليس من أجل السمعة، وليس من أجل المصلحة، وإنما أن تعمل للحقيقة. فحتى في التزامك بالقيم والمبادئ لا تفعل ذلك إلا لأجلها هي، وليس من أجل أن يعرف الناس أنك ملتزم بها. يعني إذا كنت إنسان صادق فعلا ما تكذب، بس حاول أن لا تكذب لأن الصدق مطلوب ولأن الكذب حرام، مو لأن الناس يحبون الصدق ويكرهون الكذب. لا تعطي عطاياك حتى لو أنت تقدم خدمات للناس وهدايا للناس لكي يقولوا عنك إنك كريم، لا تغامر لكي يقولوا إنك شجاع. افعل كل ذلك مع قطع النظر عن معرفة الناس به وعدم معرفتهم، وبعيدا عن الرغبة في ثنائهم على ذلك، حتى لو حدث العكس. يعني أنت تعطي هدية لشخص وهو يتكلم عليك يذمك، ما يخالف، أنت ما راح تخسر الحقيقة، هو الخسران وليس أنت. فإذا كنت أنت صادقا بينك وبين نفسك وقال الناس عنك أنك كاذب، لا يهم منك ذلك. الأنبياء كانوا صادقين فيما يقولون، والبعض كان يتهمهم بالكذب والسحر والجنون. الحقيقة راح تعلن عن نفسها في نهاية المطاف، ومن يكون صادقا مع نفسه لا يبحث حتى عن التقدير من قبل الآخرين عليه، لأنه ما يهم ما يقول عنه الآخرون. فإذا كانت بيده الماسة وقال الناس أنها مجرد زجاجة، وهو يعرف سلفا أن قيمة الزجاجة ليست بمقدار قيمة الألماسة، هل هذا يضر؟ ما يضر. وإذا كان العكس، كانت بيده زجاجة وهو يعرف أنها زجاجة وقال الناس أنها ألماسة، وهو يعرف أن قيمة الألماسة لا ترقى إلى قيمة الزجاجة، هذا هل ينفع؟ ما ينفع. الرياء على كل حال مبغوض عند الناس وعند النفس وعند الله. حاول أن تلتزم بالحقيقة وليس بالزيف من الحقيقة، وإلا فإن الله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا. يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. والسلام عليكم ورحمة الله.